إخواني أعضاء المرصد اللي حاضرين معنا، وخلوني أقول على وجه الخصوص الأخت لامية الشرقي، بروفيسور مختصة في الأمراض الصدرية اللي جاتنا من فرنسا وتمثل الجالية، وهي أيضا من الكوادر والأطر اللي نفتخر بها في الجزائر، ومن خلالك أيضا كل الإخوة والأخوات أعضاء المرصد اللي راهم حاضرين. الأخت لامية تقول لي دائما ما مرحبتش بيا، نسيتني، اليوم قلت لها نديرلك حاجة سبيسيال. علاش الإخوان تاع المرصد تاع الجالية ما يغيروش من هذا؟ الجالية عندنا فيها مساحة كبيرة للاحترام والتقدير والتحية من خلالك لكل الجالية الجزائرية بالخارج.